كلمني على الوقفه. نعم كلمني عن الشكوى النهارده والمطر. الشكوى ان احنا كنا تابع على مسابقه 30 الف معلم، وفي ناس راسبه في الامتحانات الاختبارات اللي اتعملت، تمام، واحنا نجحنا في الاختبارات. الناس دي اتعينت واتثبتت، واحنا الان ما اتعينناش. تمام. المناشده ايش البيت؟ المناشده ان احنا عاوزين نتعين اسوه بالناس اللي اتعينت دي. يعني احنا انا مستغرب لغايه الان بقى لنا سنه ونص وبنيجي ومفيش حل.